تحدي نعيش يوم كامل بعشرين ريال بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايش اخباركم؟ شلون طيبين اليوم؟ الفكرة نارية، عشرين ريال معنا بس نعيش يوم كامل. سعود صعب صعب سهل سعود مالي دخل واحد اوكي بس العشرين ريال هذه لنا كلنا، مو بالواحد ولا واحد خمسة ريال ولا يوم تفطر تتغدى تتعشى تحلي تنام ولا نم بدون ما تاكل. شلي ابي برجر بعشرين انا. طيب سعود انت لو تركز المويه بنص ريال خلاص، هذه قيمه عاليه مو بغدا هذا نص ولا ريالي فطور. وش ما فهمت قيمه عاليه مش لا لا اقصد انه يعني تخيل المويه بنص يعني بتنقص من الفلوس شيء كبير. طيب اي عادي إيه اشرب مويه واحده لازم 20 يا اخوي، راح برادة المسجد يا اخوي. شلي ايوه 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 لحظه فطور وغدا وعشاء وحلي بعد، مو لازم تحلي انت تقول تحلي اقول لك اذا بقت شو المغرب يعني حلا ذا جاي. طيب يا شباب الفطور الفطور والميزانيه سعود نبدا حبه حبه. ها صح، انا اقول فول وخبز التميش كلنا. انا اقول كروسان. كيف كروسان؟ شلي يا حبيبي ابي يا ابوي بريال والفول يكفينا كلنا وبريال. لا لا وين يا اخي، ابي ابي بانكيك. قلت ترى بننزلك فيه. يلا ننزلك انت. يلا الان ننزل محل الفول نجيب فول وخبزه واحده. يلا تبي ولا رايبين؟ طيب مشروب شيء ولا شيء؟ اي صح البراده. يلا ننزل. انا وعبد الله رايحين بسم الله بنشتري فول، معي 10 ريال، 10 ريال الثانيه وين؟ نشوفها حلو، نشوف غدا عشاء. ال 10 الثانيه في السياره علشان عندنا غدا باقي عشاء. الله ريحه فول. والله ريحه بخاري. والله ما نقدر بخاري. عطني هذا. هذا صغير. طيب يا شباب شرينا تميس، وش شرينا؟ هو عدس. عدس وتميس الفطور. شو وش جاي؟ والله كويس كويس نوفر. هلا كم كم ذا الميزانية يا شباب؟ الميزانية الميزانية تنقص 5 ريال. والله والله كثير. 5 ريال الفول العدس ذا ب 3 ريال وذا بريالين الخبزة. وهذه هذا وش ذا؟ والله عند هذا جاب معاه مجاني. هي لا يا حبيبي وفرها ذي، في فيه صلصه وكذا. هذا خلوها مع الغداء يا شباب، حط فلوس. اصبر نفرش. اصبر اصبر بناخذ الحين بنفطر بس. شوفوا الان كمان 20، الحين معنا 15 ريال بس. طيب يا شباب بسم الله الفطور. يلا من فضلك. الحمد لله على النعمه. حط حط الحمد لله حط. يا سلام سلم. انا بغلي عندي خبز فلفل. يا فلفل والله. بدر وش وين ال وش تبي؟ مشروب. تبي شوي والله عندهم شاي بس ما افتح افتح العدس. يا سلام امسك خذ لك خبز. حرك 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 حرك. يلا صح بسم الله. ايش ماخذ قطعه كبيره انت؟ لا صغيره. رجعها رجعها. يا رجل نعم كل كل بسم الله. يبلها كم خس ذا هنا؟ لا لا خله مع الغداء. جيجير وينه؟ النحار ذا ما غدا. جبه جب ترى ترى جاي مجان وش مع الغدا بس جبه. وين والله ما ادري جبه جبه دحوم حاطه عنده ذا جاي مجانا. في بصل ليمون حلو 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 حلو. استهبل انت يعني بخمسة ريال قدرنا نفطر صح ولا لا؟ صراحه والله انها كافيه. الله يا سلام يوم كامل. هلا هلا خبره يا ولد. ها ها عطاه ما شاء الله لذيذ. ها مسوي ذا ما ياكل فول. كلنا ناكل فول. آه مسوي اني يعني بفطر بانكيك و ايش اكل بس؟ ما بيشتغلني ذا اللي بانكيك ذا. ايش فيكم؟ بصل بصل يا شباب ترى يقوي المناعة. مناعة وش اسمه؟ بسم الله. وش في تغيير صوتك شكلك شامل بصل ولا شيء؟ لا حلو انا اكل بصل. بس هذا مع الفلفل. اوه معليش يا شباب. استهبل انت 6 ريال يا بوي. رجالي 6 ريال يعني الحساب يطلع 4 تميس بريال يعني ب 4 ريال. ايه ريال 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 نجيب مويه نجيب بسرعه غصيت. شوف نجيب مويه كبيره ذي وجيب معك كوب صغير. لا لا غالي يا اخوي يشرب من فوق وخلاص. ايه خلاص الوضع الوضع طفره صراحه. هذا ريال جيب مويه. لا 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 بجيب كل واحد ام ربع كل واحد. اي اي صح نوفر. خلاص خذ 5 ريال واعطي الريال خلاص يصير معنا الحين 11 ريال ومعك 5 ريال ترجع الباقي بعد. رجع 4. شوف والله ما ترجع 4 اني لا ها. يلا يلا على البقاله. يلا يا دحوم نبي مويه ام ربع. ها دور هذه 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 اصغر شيء. جيب 4 جيب 4 كم هذا؟ ريالين ريالين. اوه ريالين تروح ذاك مره شوي. لا لا بس حاسب يا ولد الحين بريالين دي يا ابوي ميزانيه باب. ها بريالين. لا والله والله بريالين. ليش ريالين؟ ليش ريالين؟ ريالين ونص.
رجع رجع. ما نقدر، هذه ارخص شيء. اوف هذه مويه بريالين. مويه اربع بريالين. طيب يعني الواحده بنص. طيب واجد والله، واجد والله. طيب ربع قلنا. كم ميزانيه ايش تسوي له انا؟ انا وين الباقي؟ 12 ريال معنا؟ 14 14 ريال. يلا رخيصه. سبي يا اخي. حلوه حلوه حلوه. يلا الواحد يشرب مويه يقول الحمد لله عاد. حد ياخذ مويته. ترى المويه دي طول اليوم الا اذا واحد احتاج مويه زياده نشتري له. الان نبي الفيلا عاد، نبي بين الغداء والعشاء. عندي فكره. شاك اقول احلى شوكولاته بريال. سكريم بريال. سكريم بريال وين؟ لا شوكولاته بنص ريال. شوكولاته بنص ريال. بس نضحي بواحد. بسكوت بسكوت نضحي بواحد. الكبير. وش في سكريم بريال؟ في ايش؟ سعود غالي وش سكريم؟ معليش لحظه انا عندي. لا 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 معليش معليش نسوي قرعه. اثنين ما راح ياكلون، اثنين ياكلون. لا 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 لا. شباب عندي فكره. ايش فيها؟ تعال ممكن ندر الاصابع كل واحد ياخذ النص. لا خذ بسكوت بسكوت كبير ذا بريالين خلاص في حبات كل واحد ياكل ونغمس في الشاهي. الشاهي ما يبي سكريم والشاهي يبي بسكوت شاهي. يا حبيبي نبي نبقيها للعشاء. ابي عشاء العشاء في 10 ريال. لعبة طقطقة لعبة مرة جميلة، تحط جميع اسماء اللاعبين وبشكل عشوائي عجلة الحظ تختار اسم ويطلع له امر لازم يسويه، واذا ما سواه يطلع برا التحدي. حملوا اللعبة. طيب يا شباب هذا ريالين اوكي. شوفوا نبي سناك حلو، سناك يعني بين الغداء والفطور بسكوت. نبغى نشتري بسكوت بريالين بس يكفينا كلنا. حلو اوكي حلو. اوكي غدا وعشاء. ايه كم باقي؟ بقي 10 12 ريال. نصا والله حلو ما تكفي. وذا يبي ايس كريم وش تستهبل انت؟ وفر فلوسك لليوم الاسود. ترى شباب كل ما كتبت سناك ترى العشاء سناك بريالين. بسم الله. طيب يا شباب لقيت بالبسكوت نص ريال. نعمة يا شيخ والله. خلاص عشان أكثر من الأشياء نشوف ايش باقي. شوفوا يا شباب لقيت البطاطس هذا بنص ريال، باخذ اثنين. ها مدير كم حساب؟ ريالين. اثنين ريال؟ ها هذا ريالين. خلاص؟ ايه خلاص. يلا حط كيس. اوكي سعد جاء، وش جبت لنا؟ والله فليتها. ها ريالين يا شباب. شوف والله جبتكم بسكوت. حلو. بسكوت يا شباب هذا بنص. بسكوت والله حلو ذي. والله وفر. هذا فول سوداني. فول سوداني بنص يا شباب. ما خلصنا. بنص. بطاطس ثاني. والله كل هذه بريالين. شباب هذه كلها بريالين. يا الله. لحظة. سناك هذا غدا وعشاء مو بتفله الحين. يعني بعد الغدا ها. اوكي اوكي. طيب الحين ناكل سناك. انا ابي بسكوت. بسكوت. بطاطس واحد. بسكوت. وبسكوت. وبسكوت. وهذه اثنين وسناك الليل. اوكي. حلو. تعبت يا شيخ والله قاعد ادور. حلو حلو حلو. الان الميزانية يا شباب 12 ريال. ايوه. اضرب. والله صدق يا اخي مقال لي حساب ريالين قلت بسكوت. بسم الله. جبن طعمه. طعم. مصفوف حلو. ورم ورم اللوس. الان هذه لميزانيتنا يا شباب 12 ريال 10 11 12. والله اوكي كنت بجيب مشروب بس صعب. ما بنيت حيله والله. صعب والله. التحدي ذا صعب مره. يعني لو كان شخص واحد 20 ريال اقول لك اوكي يقدر يمشي يومه. حلو. اربع اشخاص و20 ريال بس نبغى نفطر نتغدى ونتعشى وندلع انفسنا صعب. ترى باقي من جرجير الفول. الله. ايوه يا شباب. دقيقة دقيقة في موقف صار في البقالة. ايش قل قل يا اخي داخل البقالة قاعد ادور بطاطس بربع. اقول له يا مدير ابي بربع هذا. قال ما في ربع. وقاعد ادور معه. اخر شيء قال لي بكم الكاميرا هذه؟ قلت له ب 1500. قال انت كيف انت هذا؟ دور بربع وانت كمرتك ب 5000. هو ما يدري مسكين راعي البقالة وش فكرة المقطع. طبعا فكرة المقطع احنا نوريكم قد ايش تقدر توفر اذا بغيت توفر. احنا بس تعودنا نشتري لا ابغى برجر ابغى شاورما ابغى هذا. صح. ب 5 ريال تقدر ترى. صدق والله شبعنا يا اخي. وبقى ترى منه. وبقى من اكلنا وبقى فلوس. ولسه بس باقي يوم. اليوم ما خلص. باقي غدا وعشاء. الان وقت الغدا اوكي؟ طيب. شيك خفت؟ وش الغدا؟ انا عندي فكره. الغدا رز. الان بس رز بدون دجاج. خاف بعد اللقمه كذا تجي توكلنا بعد. بننزل محل بخاري بنقول عطني رز قيمه بخاري. لا اول شيء اساله اساله. خلاص يلا ننزل. مو بتجي تقول 15. لا ما معي لك ترى. ما معي 12. اوكي جل غدا يا شباب. جل غدا يا رب. كم فينا هذا؟ كم؟ ها 5 ريال رز. رز وسلطه وملاعق وصماط وكل شيء. الله 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 الله.
والله بالجرجير مرة ثانية كله جرجير. تصبر صمات يا شباب صمات. كمية والله والله كبيرة, والله كبيرة. من والله بخمسة الميزانية الآن. ترى كنت بجيب عود أسنان بعد. هات الفلوس وينها؟ قبل ايه ميزانيتنا ما ايه رجع رجع. كم معنا الحين؟ كم؟ هي. كم؟ خمسة سبعة ريال. سبعة ريال حلو. خمسة وهنا ريالين. اوكي ورهم ورهم. اوريهم خمسة ريال وريال وريال يعني سبعة ريال. حلو حلو. وقلنا عشاء خلاص معنا موية. هي ومعنا موية الحمد لله والله صدق. طيب طيب وش العشاء؟ كل غدا انت اصبر كل تحاول تكثر من ذا. ها الغدا ترى خفيف عشان تنام خفيف. العشاء قصدك؟ اي العشاء. طيب نفرش هنا؟ إيه. صعب ولا؟ يلا افرش افرش شوي. حط شوي ها شوي ثم ناكل ثم شوي. يا سلام. وباقي ها مليان ترى مليان. حلو حلو خلنا ناكل هذا اول. بسم الله السلام. يا ولد حط طعتنا البصل والجرجير عاد بس بعد مع البيتزا. حط مع الجرجير. حط بصل وليمون. حط لنا يا ابوي. ايه شو ايش ترك ماكل انت؟ ترى في خيار. جب جب حط حط. طيب طيب والله نوع. خلص علينا يا ابوي ترى ميزانيته صعبة يا ايه. بسم الله سمو. بسم الله سلام. ها واسحب طلع تقطعها وش اسحب. والله مع البصل كثر 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 كثر. ترى العشاء خفيف. ترى باقي بحد. باقي 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 رز الحمد لله. باقي رز ايه الحمد لله. والله اذا بغيت توفر توفر يبيها يا شباب الحين. كافي كافي. انا عندي فكره. كافيات مطاعم العاب ايفون وخرابيطكم دي الدلع اللي راح. اليوم 14000 كاميرا مشاري. وشاري لي ب 14000 كاميرا انا ان معنا 14000. كثر كثر يا شباب الحين معنا 14000 ما في خلاص. نزل عاد خلصت جرجرنا. هذا مسوي مسؤول الميزانيه. ترى بطردك. عط عط رز عط رز عط ابلش ترد. طيب هلا الحمد لله. يا سلام. طيب يا شباب الحمد لله افطرنا وكلنا سناك وتغدينا. حلو الحين سناك. انا بعد ابي فول سوداني. فول سوداني جيب جيب بدري. وش بقلنا؟ جيب كل شيء جيب كل شيء. نبي فول سوداني. دحوم عط دحوم دحوم. ايش رايك الان؟ والله شيء هذا فول سوداني يا ابوي طعم والله رهيب. عط عط لو سمحت. احب المجمع. عط لو سمحت. افتح افتح يدك بس هبتين. ثلاث حبات. حلو حلو الحمد لله سناك حلو. هوي مدين انت. هي في شيء ثاني؟ طارس جبه. لا ليه اذا ما خف العشاء نحطه معه. خلاص طيب يلا يا اخي بيلها شاه يا اخي ولا شيء. ما في ما معنا فلوس. ما معنا 7 ريال نخلي العشاء. هذه الميزانيه حقتنا يا شباب 7 ريال. 6 ريال بنتعشى فيها ويبقى ريال نتصدق فيه يا رب والله. ودينا نتصدق اكثر بس مع فكره المقطع انه شلون قدرنا ب 20 ريال نعيش يوم نعيش يوم كامل ونتصدق بعد. صراحه تحدي رهيب. ها نتعشى. طيب نتعشى الحين. طيب يا شباب عشان الوقت نبغى نشتري العشاء الحين قبل ما تروح. ايه وعندنا 6 ريال فقط. حلو الخطه الريال هذا حق صدقه. خلاص الريال خلاص راح صدقه بقى 6 ريال. حلو حلو. بنشتري بريالين فلافل يعني 10 حبات فلافل بريالين. وبروح البقاله سوبر ماركت نشتري خبز صامولي بريال. طيب وحمص بريالين ولا 3 ريال ويطلع ساندويتش فلافل. طيب ما ناقصها بطاطس باذنجان. يا اخي هذا شو هذا؟ 6 ريال. لحظه اصبر اصبر خله يروح اول يسال. اسال عبد الله انزل المطعم اسال. ها للاسف ما في فلافل. بس انه قال لي روح المحل ذا. اوكي سالي. بشر موجود. وش وش فلافل كم؟ ريالين. لا وعشر حبات. حلو حلو حلو. بس فلافل كم معنا؟ شغلنا بريالين. معنا كان معنا 6 ريال. 6 ريال واحد بقى 4. حلو خلاص. طيب يا شباب الان معنا 4 ريال 3 ريال وريال 4 ريال. اوكي طيب شلون الان خبز بنشتري ويبقى معنا 3 ريال. 3 ريال نقدر نحط معها جبن ولا خبز بريال. خمس انا اقول. طيب يا شباب يا رب بشر. الحمد لله. الله وش جاي طيب؟ خبز ابوي 8 حبات بريال. ها؟ و جبن. الله حلو. واو واو بقى معنا زي ما قلنا ريال. هذا خلاص بيروح صدقه. خلاص خليه هنا بنصدق بعد شوي. الان بنتعشى فلافل ساندويتش فلافل بالجبن. طيب يا شباب بسم الله اول ساندويتش. السلام صامولي احط جبن اول. بسم الله
الميزانية والله انها تشبع والله الميزانية والله ترى جبل تراها ثمان إيه؟ يعني كل واحد ثنتين يعني جبل حال اصلا يكفي خلاص بس حط لي حط لي ابويا تبي فلافل 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 لازم تقسمها ها اقسمها ثنتين الواحدة اقسمها ثنتين صار والله ايه يلا حتى شغل بلدي ما عليه يلا يلا كفيك حتى لا حطة ثانية خلاص يا اخي انت بعد لا خلاص اخر وجبة ثنتين لا حلو اخر وجبة بس بس يا سلام شوف حلو واضح ارفع والله انها حلوه ممتاز مو شيء يا ابوي طب وش من بعد جاء وقت العشاء وش اصبر خلاص غمك شمس طيب من يا شباب كلنا يا ابوي ليش انت اللي ليش شو ذا اخر اخر وجبه خلاص يلا يا ابوي صلح لك كل واحد صلح له يبي من يبي صلح لي انا يلا شباب كل واحد صلح لنفسه عاد ما فاضيلكم انا وين اللي ما يبغى فلافل يقدر ياخذ جبن بس صح لا لا ممنوع ممنوع ليش لا ممنوع عاد وش ذا لا تفير تفير الله لذيذ صراحه بسم الله والاخره يا سلام شملك سعد والله ما يعطيك ما اخذ انت ما اخذ انت عطني عطني حق سندوتشين بس ما تعبت مويه عندك مويه طيب يا شباب الى هنا وصلنا لنهايه الفلوج ان شاء الله انكم استمتعتوا والاهم استفدتوا وفزنا في التحدي وفزنا في التحدي 20 ريال يوم كان 19 ريال وريال صدقه الحمد لله الحمد لله فلا تنسون ولا تحرمونا من زر الا هاي والاشتراك في القناه بنكمل 10 الحين خلاص وينتهي يومنا و سلام